اهلا وسهلا الحبوبات ديولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غيكون فيديو اقتراح الكوتي، يعني بنفس العجينه ديال البيتزا غادي نخرجوا جوج بيتزات، وبنفس الحرشه غادي نخرجوا جوج حرجات، حرشه على شكل كوكيز وحرشه عاديه وخبز وقهيوه. وهانتوما معايا ان شاء الله في نهار اليوم. سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله فيديو جديد، بروتين جديد، غيكون ان شاء الله اقتراح البروتين. غادي نديرو فيه ان شاء الله بيتزا، واحد الحريشات في كيجو زوينين. نبدا ان شاء الله على بركة الله. المهم هنا عندي تقريبا واحد جوج دقايق ديال الفوس. غادي ندير خمارة، بغيتو تزيدو نص ملافة تاع الفينو زيدوها. المهم درت خميرة، وغادي ندير خميرة، صافي. غادي ندير زيت البلدية، شوية ديال الزيت الرومية، تقريبا واحد الكاس بيناتهم. غادي ندير مليحة، شوية ديال الإبزار، درت الإبزار لأنو معنديش زعيفة، قسمت ها قريب البزار، صافي. إلا عندكم ياغورت مصوص ديرو واحد جوج معالق أو جوج معالق تاع نيدو. المهم أنا نكتفي بهاد المقادير وصراحة كيجيو زوينين. صافي، غادي نبسبس هاكا تسبيتة في الفورص ونزيد إن شاء الله باش نبشر الما ونبلكها. صافي البنات، كيفما كنشوفو بالنسبة للعجينة ديال البيتزا هاهي درتها وخليتها هنا في الجالي، وغندوز إن شاء الله باش غادي نصيب الحريشات. طيب عندي تقريبا واحد 600 غرام ديال السمنة رقيقة، وندير كدا واحد جوج صاشيات تاع الفاني، وغادي ندير كدا تقريبا واحد كاس المعروف ديال الزيت. صافي، غادي نبسبس هاد السميدة هاكا مزيان، ندخل فيها ديك الزبيدة، ديال الزيت. كندخل نفس الساعه ديال الزبيده مزيان فيها، وكنضيف البيضه، بيضه وحده، ياغورت مصوص،
عايشه مع عيالكم صغيره قريصه ديال الملحه. شوية 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 راس 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 معلقة حميرة صافي. غادي نخلط هادشي كامل ونعجن بالحليب. بالنسبة للحليب كتوزع لكم واحد الكاس كتباعو على حسب السميدة واش كتشربو ولا لا. صافي البنات، المهم انايا خديت واحد نص كاس ديال السميده رقيقه وزدت معاه شويه ديال السميده غليظه وغادي نخلطهم وغادي نبسبس فيهم ديك الحرشه. غادي نخلطهم المهم باش كتجينا هكا ديك الحريشه حرشه وكتجينا زوينه. كنخلط السميده رقيقه مع السميده غليظه. صافي هنايا خديت الجبن وخليت هكا العجينه ديالي حتى شربات. خديت واحد شويه ديال خديت الجبن وكنهز هكا واحد الراس تاع المعلقه وكنعمر به هكا هاد الحريشه. كندوزها في داك الخليط ديال السميد الرقيق والسميد غليظ وكنحطها في اللاطه من طبيعه الحال اللي مفرش ليها ورق المطبخ. صافي هنايا ورق سيفيريزي هنا بنفس الطريقه كندير هكا الجبن وكنجمع ديك الحريشه ندوزها هكا في السميد ونحطها هنا في اللاطه وصافي. المهم على هذه الطريقه كناخد هذيك الحشوه وكننجمعها هكا صافي. باش المهم راه الفيديو شارح راسو. كناخد واحد الكره ديال العجينه وكنعمرها بالجبن وكندوزها يعني في داك السميده كيف ما قلت لكم الغليظه والسميده الرقيقه وكنحطها في اللاطه. بالنسبه للحريشه البنات انا راه درتهم حريشات شويه كبار وتقدروا انكم تخرجوا الكميه اللي بغيتوا نتوما. صافي البنات كيف ما كتشوفوا هنا راني كملت شعلت الفران من الفوق ومن التحت حتى سخن مزيان كيف ما قلت لكم حتى سخن. وغادي ندخل لاطه نطفي لتحت ونخلي غير الفوق شاعل باش تجينا هذيك الحرشه تجينا مشقه تجينا هكا مفرقعه مشقه هكا من الفوق. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا العجينه ديال البيتزا هي يعني راه واجده. غادي نخرج منها هكا واحد الخمسه ديال الكرات
على هذا الشكل. صراحة العجينة هكا ديال البيتزا كتجي زوينة البنات، كتجي هكا خفيفة، وكتجي يعني مقطة ما كت زوينة. كنتمنى ان شاء الله تجربوها. صافي هنا راه الفران باقي ما سخنش ليا، داكشي علاش باقي ما مرميتوش. صافي. المهم بالنسبة للعمارة، عندي هنا الفرماج موتزاريلا، وعندي واحد جوج حكيكات ديال الطون، عندي الفلفلة والبصلة هاكم شحرين. وبالنسبة للحشوة الثانية ديال البيتزانيت، غادي نعمر نشحر بصيلة وندير معاه صدر تاع الدجاج وشوية ديال الابزار، ياغورت مسوس. المهم هانتوما ان شاء الله غادي تشوفوا هكا، غادي تشوفوا ان شاء الله الحشوة اللي غادي ندير. صافي هنا الحرشة راه طابت، جات مواره وجات زوينه بزاف. المهم غادي نستفها هكا في هاد الطبيسيل ونشوف البنات. صراحه كتجي زوينه وكتجي مشقه، كيجي داك الجبن هكا من بعد الوحدات خارج هكا في الجناب. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوها، لانكم الا جربتوها ان شاء الله غادي تعجبكم، غادي تبقى معتمده عندكم. المهم هاد الحريشه ديما كنوجدهم وتبقاو عندي حتى السيمانه، ما كيطرى ليهم حتى شي حاجه. صافي هنا راني دخلت هكا بيتزا طيب، ولكن غادي قبل ما نطيب هادو الربعه اللي باقي ليا، غادي نكمل الطياب ديال الحرشه اللي باقي ليا. المهم بالنسبه للحرشه اللاطه الثانيه ما درتش فيها الجبن، ولكن غادي نزوقها، غادي ندير فيها كحبيبات ديال الشوكولا هكا من الفوق كاقتراح، وحتى يجونا هكا حتى شكيلات مختلفين بنفس العجينه، ونزوقوا هكا الطبيله ديالنا اللي كانوا جايين عندنا هكا الضياف. وصراحه البنات دغيا كتوجد هاد الحرشه، يعني راه ما كتاخدش بزاف تاع الوقت، دغيا في ساعه صافي كتكون موجوده. صافي هنا راني كنزين بدك الحبيبات ديال الشوكولا ديال الكوكيز، و صافي وغادي ندخلها الطيب. ماشي بشرط انكم تعمروها بالجبن، تقدروا تعمروها بالشوكولات، تقدروا تعمروها بالكونفيتير، تبقى لكم الاختيار. صافي هنا كيف ما كتشوفوا كنطلق هكا البيتزا ديالي بالدلاك على هاد الشكل، وكان المهم طلقتها هي بالسميده والفينو اللي شاط ليا هكا من الحرشه، هي اللي سرحت بها باش تجيني ديك البيتزا حرشه وزوينه. صافي هنا كناخد ديك الموتزاريلا وكنديرها هكا في الجناب على هاد الشكل، كندورها هكا في الجناب كاملين، وكان كنبدا هكا نرد عليها العجينه، يعني ونضغط عليها باش ما تحلش ليا ملي تكون كطيب ويخرج ليا داك الفرماج من جناب. كنتمنى ان شاء الله تكون هاد الطريقه واضحه، ويكون الفيديو هكا ان شاء الله يعجبكم ويكون محفز ليكم. ايوا وهادشي اللي كاين، كنتمنى ان شاء الله يعني يكون الاقتراحات تاع اليوم عجبوكم. صافي هنايا راه كتكون واجده، وقبل ما كندخلها كنثقبها هكا بفرشيط. الصراحه جات خفيفه وجات زوينه، ها انتم البنات جات زوينه بزاف. صافي الحريشه الاخرى راه طابت، وهنايا البنات البيتزا ما عمرتها لا بفرماج لا حتى شي حاجه هكا من جناب، غير درت ليها هكا واحد الشكيل هكا في الجناب تنيتو. صافي هنايا ها هي الحريشه ديالي طابت حتى هيايا، وكيف ما كتشوفوا جوج طبيسلات مشكلين ولكن من نفس العجينه نفس العجينه. هنا البنات بالنسبه للحشوه عندي البصله وعندي الفلفله مشحرين، وحكيك ديال الطون، صدر تاع الدجاج، واحد البصيله رديتها فوق البوطه تشحر. صافي واحد دارون ياغورت مسوس حتى هو غادي نديرو. الا كانت عندكم كريمه سائله ديروا واحد الكاس حتى هو كيجي كتجي زوينه. المهم انا كندير الكريمه، المهم الطريقه كنت خديتها مع مطبخ خوخه، هي كدير هكا الفطر، انا ما درتوش، ما كانش متوفر عندي وما درتوش. صافي هنا من بعد ما تشحرت ليا داك الدجاج وديك البصيله، زدت عليها البزار وزدت عليها ياغورت مسوس كيف ما كتشوفوا، وغادي نخلط هكا مزيان. غادي نزيد واحد نص معلقه ديال النشا اولا ديال الفورص، وغادي ندير شويه ديال الفرماج موتزاريلا، غادي نرجعها فوق البوطه حتى يدوب ليا ان شاء الله داك الفرماج.
صافي هنا راه الحشوه ديالي واجده. وبالنسبه ل يعني لاصوص غادي ندهنها غير بالجبن، ما غاديش ندير لاصوص تاع مطيشه، غادي ندهنها هكا بالجبن وغادي نرش بالفرماج موتزاريلا عاد فاش ندير الحشوه هكا من الفوق. الصراحه هذه كتجي زوينه وكتجي واعره مبيمره، كاين الفرماج في الجناب، كاين دهنتها بالجبن ورشيتها هكا بالفرماج. اللي تاني غادي ندير الحشوه يعني راه فيها الفرماج، فيها داك الياغورت مسوس، الصراحه كتجي واعره البنات هاد البيتزا. وهكا شكل مغاير على البيتزا اللي مغايرين كنديرو، كندهنوها بلا صوص مطيشه هادي بالكريمه. المهم انا ما درتش كريمه، ما كانش متوفره عندي، ولكن كيف ما كنقول لكم دائما انا كنقضي باللي كاين وبداك الشيء اللي متوفر عندي. ما عنديش الكريمه، استعملت ياغورت مسوس. هنا البنات غادي نرش هكا شويه ديال الموتزاريلا هكا من الفوق اللي حكيتها. صراحه هاد الموتزاريلا عندي موتزاريلا اللي مخلطه مع الفرماج احمر. صافي المهم هنا راني ساليت، الحريشه ديالي واجده، البيتزا حتى هي واجده. دابا ان شاء الله غادي نبدا ندخلها هكا الطيب. المهم بالنسبه للبيتزا الاخرى البنات عمرتها، دهنتها بلاصوص ديال البيتزا وعمرتها هكا بديك الفلفله والبصله اللي كانوا عندي مشحرين، ودرت الطون والموتزاريلا وزينتها بحبات ديال الزيتون اسود. هنا البنات قديت الطبيله ديالي، حطيت هكا لي طاس ديولي وحطيت الطرموسه، رديت الحليب يفيض وحطيت القهوه. صافي هنا راني بغيت نخوي الحليب وتخوى ليا، صافي ديتو ليها، صافي حتى خويتو ومسحت هكايا مسحت هكا الطرموسه ديالي، مسحت البلاطو ديالي. قديت المسمن من بعد ما سخنتو، راه قديتو في الطبيسيل. وغادي نجيب هكا شويه ديال الخبز حتى هو غادي نديرو في هذا البانين، الصراحه نفعاتني. وكيف ما قلت لكم متعدده الاستعمالات، زوينه بزاف. صافي هنا بقات لي غير بيتزا غادي نطيبها. وهنا المسمن كيف ما كتشوفوا زينتو بداك نيسلي كراميل، صراحه زوينه البنات ولذيذ هاد نيسلي، وكينفعني هكايا كنزين به الكيكات. وهنا غادي ندوز ان شاء الله وغادي نحط الطبيله ديالي. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا حطيت الطبيله ديالي، غادي نحط هكا البيتزات، نحط داري مجموعه لقوتي واجد الحمد لله، اللهم ديما نعمه يا ربي احفظها من الزوال. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا ها هو المسمن ديالي واجد، الحريشه ديالي هذه اللي درت فيها داك الشوكولا، وقديت هكا طويجنات فيهم الزبده والكوفيتير وهكا والزيت البلديه. صافي سخنت شويه ديال الخبز. المهم هكا طبيله متنوعه وباشياء بسيطه نحمروا بها هكا وجهنا مع ضيافنا ونوجدوا هكا لوليداتنا، ماشي بشرط ان يكون جاي عندنا شي واحد عاد فاش كنوجدوا هكا طبيله اللي تكون بحال هكايا. المهم غير روسنا ومع وليداتنا ومع الازواج ديالنا، المهم نوجدوا هكا شي حاجه اللي تكون هكا مختلفه. ايوا هنايا كنتمنى ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم. دائما كنقول لكم الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش على خوتكم بلي لايك وبارطاج القناه. المهم البيتزا كيف ما كتشوفوا كتجي معلكه، وكيجي داك الفرماج هكا في جناب معلك وسايح، كتجي زوينه هذه اللي عمرت بالطون كيف ما كتشوفوا، جات زوينه بزاف البنات. واللي معمره بالدجاج حتى هي جات رائعه وجات زوينه بزاف. ايوا والحريشه ديالي حتى هي جات كتجي زوينه، المسمن اللي كان عندي سخنت وزينتو شويه ديال الحليب الحريشه ديالي. صافي وهادشي اللي كاين، حريشات بالجبن وحريشات بالشوكولات. ايوا وهادشي اللي كاين، هذا هو نهاري وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد الروتين
تاع نهار اليوم. ما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم، خلي لكم الراحه ونتلاقى ان شاء الله في لا فيديو جديد في اقتراحات جديده. بصحه كبيره ليكم والله يخطيكم. السلام عليكم. وهذه مهم من نفس الشكل هيدي، خرجنا جوج كيلات وطبيله متنوعه، وحطيت الفرماز، زيت البلديه، الزبده، الكونفيتير، جيبي هي نص معلقه صغيره، درت قهيوه، صافي حطيت خبز. اللهم ديمها نعمه يا ربي، وحفظها من الزواج.